متفقة معايا ولا لا؟ هاد الجلابة جات غزالة كتحمق، جلي لباس بحال هكا اللي مخدومين على ثوب سامبل، هذا كريب دو سوا ومخدومين بالكروشيه بحال هاد السواقة اليوم ديال نص طوق تقبل الورد. بالنسبة للكروشيه هذا موديل تقليدي بزاف، هاد تقبل الورد بالنسبة للفتيحة والكميمات والقاب والتزيين ديال الصدر نص طوق، اختاري ستاج الصغير والكبير تا هما تراديسيونيل. وكل شيء اللون في اللون، لا الحرير ولا العقيق. هانتوما لاحظوا معايا، خلي ليا كومونتير قولوا ليا بصراحه الراي ديالك، واش متفقه معايا ولا لا، واش تنتي كتشاطريني نفس الراي. كنتمنى لك فرجه ممتعه. بالنسبه للدروس طبعا قبل ما ننسى، راه متوفره على قناه تركوازا كادير غير تخبل الورد. السلام عليكم.